أهلا بكم في قراءة سريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون، صاحب كتاب قواعد اللغة العشرية المعاصرة. نحن نقرأ من طبعة العربية للقرآن، يمكنكم تحملها مجانا من موقعي، علشان نعد الطبعة الرابعة ونشوف الكلمات المبهمة كيف نحاول نفهمها، إما بتغيير النقاط أم التشكيل أو التشكيل أو بالرجوع إلى اللغة السريانية، يعني آخر المطاف بنشوف اللغة السريانية. فقط الكلمات المبهمة، يعني ما بنشوف كل شيء، مش حنخلص بالأمر. فأنا هشارككم الصفحة عشان تشوفوا إحنا وين وصلنا. أيوة، هي هون أبونا، شايف الصفحة؟ نعم، ظهرت. إحنا في سورة الصافات، إحنا في سورة الصافات. أيوة، الآية، خلصنا الآية 148، اليوم سنقرأ 149. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. اللي ما عليها مشاكل إحنا بنقرأها مرور، يعني بنقرأها قراءة سريعة. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. طيب، الأخطاء اللغوية ما تهمنا، احنا فقط الكلمات المبهمة اللي ممكن تعمل. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. فقط تنبيهنا على أقصى اليسار هو الخط الكوفي، والوسط هو الخط العثماني، وعلى اليمين هو الخط الإملائي، الرسم الإملائي. إفكهم، إحنا رأينا كلمة إفكهم كيف تعني، يعني الإمعان في الكذب. طيب منيح. إذن ألا إنهم في إفكهم ليقولون ولد الله، يعني هل الله ولد، فهم، لكن قرأت ولد الله. طيب، وإنهم لكاذبون. طيب، اصطفى البنات على البنين. طيب، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ طيب، شفتوا هاي ما فيها مشاكل، احنا بنكمل، احنا بنقرا. افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين. سلطان هنا تعني دليل، ام لكم سلطان مبين. بس احنا حنشوف هنا الكلمه ازاي فهمت في قاموس اللغه، مشان نشوف، لانه هذه الكلمه تستعمل عدة مرات في القرآن بمعاني مختلفة. إيه، والواحد ما يعرفش في الحقيقة إيش المعنى اللي المقصود هنا. هنا سلطان، إحنا نكتب الكلمة هنا، أنا حفرجيكم إياها حتى. طيب، هنا هي سورة الصافات، هذا أمامكم سورة الصافات. هنا هذه هي الكلمة، احنا يشوفوا هذا قاموس اسمه المعاني، قاموس المعاني. فهو هنا عندك معاجم اللغة العربية، قواميس عربي أجنبي، كلمات القرآن، وهيك يعني. هذا موقع ممتاز حقيقة، المعاني قم. فممكن كنت تلجأوا له إذا أنتم حابين. فإحنا حنشوف الصفات هنا، هي جاءت في الآية 30، وجاءت في الآية 156، وهي الآية اللي إحنا نقرأ فيها. شوف، هو حتى ذاكر هنا كل الآيات اللي أجت فيها هذه الكلمة، يعني كثير من الآيات. هلا احنا حنشوف هذه الكلمة كيف فهمت. سلطان حجة وبرهان. فهمت؟ ايوه، سلطان ملك وقدرة وحجة وبرهان، او حق، والسلطان الحجة. طيب، احنا ما عندنا ندخل في كل، طيب،
تفسير الجلالة: أم لكم سلطان مبين، حجة واضحة أن لله ولدا. هذا يعني بسياقها. تفسير ميسر بتاع السعودية: بل لكم حجة بينة على قولكم وافتراءكم. واضح الأمر، واضح يعني حجة بمعنى حجة. طيب، إثبات إثبات. طيب الآن هنا 157: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يعني هو بيطلب برهان من الكتاب، يعني مو عقلي أو ما شابه ذلك، لا، من الكتاب. شو يقول الكتاب؟ لأنه لازم تعرفوا إنه عند المسلمين النقل قبل العقل، صح. هنا المشكلة. يعني شو يقول الكتاب؟ خلاص يقول الكتاب. من لا، العقل ما يعني ما تستعمله. طيب، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. هل الجنة هنا كيف فهمت؟ طيب طيب جن يعني الجن، فهمت بمعنى الجن. طب احنا برضو حنشوف ازاي هم فهموها. الجنة يعني احنا مش خسرانين شيء، القاموس موجود، واحنا نشوف شو يقولون الجنة. يعني ليش ما يقول الجن جعلوا بينه، يعني بين الله وبين الجن، نسبا. طيب، هاي كيف يعني صارت الصفات؟ طيب الصفات وين صاف راحت يا رب؟ وجعلوا 58 ما هنا المشكلة، إنه جابوا كل الكلمات اللي أجعليها هيك، بس هناك أسلوب آخر للبحث ربما أسهل. يعني إحنا ناخذ رقم السورة بالتسلسل التاريخي العادي اللي عندهم إياه. يعني هنا نفتح أهو، أنا حاحط لكم إياه أمامكم. هنا تفتح، هنا تشوف رقم السورة هي 37. 37 أهو، 37. لا، أيوة 37 بالتسلسل التاريخي، الثانية من فوق، أيوة الصفات، أيوة تمام. وهلا تكتب رقم الآية أيوة. 158 158. يعني هيك تتعلموا برضو، تشوفوا يعني كيف حلو، تستعملوا القواميس. حلو. هلا 158 أهو، هي طلعت لك الآية، تنكر على الكلمة اللي تريد معناها، بعطيك المعنى. أي كلمة تريدها تكتبها، تنكر عليها، تعطيك معناها. يعني فإحنا ننكر على الجنة، شو يقول بالجنة؟ هذا قاعد بعرفش في مشاكل. الجنة الجنون، لأنه يستر العقل. شو خاصنا الجن؟ سموا بذلك الاستتار مع العيون. الجنة الستر، يستترون به، وقيل هو الترس أو الوقاية. جنة. طيب هلا شو، بس شو يعني هاي؟ هنا بعدين يعطيك تفسير الجلالين: وبينه وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار. يعني الجنة هو الملائكة. هنا إذا ما طلع جنال جنة، هنا جنة، شوفت الجنة هنا، وبين الجنة يعني الجنة هو كل ما هو مختفي، مثل الجنين، مثل هيك، يعني كل ما هو مختفي طلع جنة. هنا الجنة، شوف لاستتارهم عن العيون، ما هو لأنه هو الجنة الملائكة الاجتناء. طيب هلا شوف، هلا تفسير الميسر: وجعل المشركون بين الله والملائكة قرابة ونسبا. يعني هم فهموا كلمة وبين الجنة يعني بين الملائكة، فهمتم علي؟ أنا هضيف هذا المعنى لكتابي،
ما عاد انا بس لازم اكتب شو اسمه بالعربي، الجنة، الجنة هنا. شوف بالسرياني أيضا ايوه هي الجذر هو جناة جناية، ايوه وجنة جنة جنة ايوه بالضبط نفس المعنى، ايش تعني؟ ستر حجاب. ايوه نكتبها حلو. سريانيا تعني الستر والحجاب. هل ابونا تشير ايضا الى الملائكه؟ لا ما اظن مكتوب عندكم هيك. لا ما موجود عندي. ايوه هذا بالقران في هذه الايه تعني هو يعني الملائكه. ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، وانهم لمحضرون، محضرون يعني انهم سيحضروا الى النار او للعقاب او ما اعرفش ايه، السبعين هنا. طيب هلا احنا هنشوف شو قالها ابن الحلال، مو مشكله عندنا. احنا يقول احنا نرجع للايه، اذا عرفنا نرجع شوف هنا. هنا مشكلة. شوف يعني هنا الصفات، هنا احنا كنا الآية محضرون. احنا نشوف شو ازاي ترجم سورة الصفات. هنا الصفات هي هنا، واحنا نقولهم هيك الصفات. هلا بعد احنا نشوف الآية المحضرون 158. طيب انهم لمحضرون، محضرون. يشوف شو قالوا لمحضرون. لمحضرون محضرون، يقول لك استاذنا جعلوا الماك. طيب محضرون للنار يعذبون فيها. مش كيف الملائكة يحضرون للنار يعذبون فيها؟ ولقد علمت الجنة، أي يعني مش الجنة اللي هم بالنار، وجعل مش الملائكة. طيب هلا ياسر، وجعل المشركون بين الله والملائكة قرابة ونسبا، ولقد علمت الملائكة أن المشركين محضرون للعذاب يوم القيامة. أنهم، هذه تشير إلى المشركين، أنهم للمشركين. الملائكة علموا أن المشركين محضرون أنهم يعني أي المشركين، أي المشركين، أي المشركين، لأنه الأمر مش واضح، الأمر مش واضح حقيقة. فعلى أي سان سيكونتويت ظاهريا تعطي الانطباع ان الجنة العكس. ايوه بس انا ابونا في ترجمتي كتبت لجن مش الملائكه، لجن، الجن، لانه بالفرنسي كلمه الجن معروفه بالفرنسي، جن تكتب جن بالفرنسي. لان ما عندك شيء ما ذكروا كلمه هيك. فهو يعني إذا تكتب الملائكة يعني بدك تقعد تفسر. لا الفرنسيين ما عندهم جنة، جن عندهم جن. أيوة ما عندهم عندهم جن. جن. أيوة جن. أيوة عندهم جن. الجن فقط عندنا في الشرق الأوسط. بس عندهم جنون برضو أبونا، يعني لا تنسى جنون عندهم الجن. الجن الله الله مش بال البشرية إلا بينا. جن يخاف من أوروبا ما يجي. طيب الحاصل مش حندخل في التفاصيل، لأنه هذا الكلام شجون كما يقولون، يعني لو ندخل في الموضوع مش هنخلص منه. طيب سبحان الله عما يصفون. طيب إلا عباد الله المخلصين. هنا 72 المخلصين مش المخلصين، المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم فإنكم وما تعبدون
ما أنتم عليه هنا فات. بفاتنين. كلمة فتنة يعني استعملت بعدة معاني، يعني شفناها عدة مرات، ما عندنا فتنة. هل أبونا عندكم فعل فتنة بالسرياني؟ شوف لنا إياها يمكن. أيوة أيوة، فتن 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 خلب جذب سحر أعجب أدهش فتن شغب. يعني هي نفس الكلمة العربية، هي نفس الكلمة العربية. هل أبونا نكمل؟ إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صال الجحيم، صال الجحيم. احنا كرهناها مع استاذنا ليكسنبرغ، يقول لك انه صال الجحيم يعني نازل الجحيم، مش هيك؟ ايوه بهذا المعنى صال الجحيم. لكن احنا هنشوف ازاي هم ترجموها، ازاي فهموها اصحابنا. سانترا 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 سانترا. لا هي شو اسمها الصورة 37، الصورة 37. احنا انا غلطت برقم الصفات، الصفات ايوه 163. يعني الواحد بده صبر، ها بده صبر، شو نعمل يعني؟ أكيد أكيد اي كل كلمة لازم تتحقق منها. لا احنا بنقرأ يعني بنتدبر القرآن كما يطلب منا. هلا اهو هاي عندك الآية، إلا من هو صال الجحيم. طيب هلا صال كيف؟ طيب أنا حشوف إذا أعرف، إذا أعرف آخذ يعني هاي آخذ كريان في شيء كودسوس. لا مش هيك، يعني أنت مجبور هنا تنكر عليها، بس المشكلة ما تعرفش ترجع عليها. يعني صال مقاس صال الجحيم داخلها أو يقاسي حرها. شفت علي؟ صال الجحيم داخلها أو يقاسي حرها. بالسرياني الصلاة هو دخل، مش هيك تعني؟ يعني نزل. نزل. شفت هم ترجموها بالإنجليزي to burn. نزل نزل أيوة. إلا من هو صال، إلا من هو صال الجحيم. حتى الجلالين ما ترجمها، اعتبر صلي إلا أن يصل الجحيم. يصل الجحيم يعني يحرق بالجحيم بهذا المعنى. فشفت علي؟ هنا صال الجحيم، صال سريانيا، سريانيا تعني نازل نازل نازل. واضح هذا الأمر؟ هيك نازل. الجحيمي صال، الجحيمي صال. على فكرة هنا 73 صال. طيب وما منا إلا له مقام معلوم، مقام معلوم. طيب ما عندنا مشكلة هنا. لا. وإن لنحن الصافون، الصافون. كيف فهمت الصافون؟ حتى أنا اعتبرتها أنها واضحة، فكيف إن نحن الصافون؟ طيب الصافون كيف فهمت أبونا هنا؟ الصافون فهمت بمعنى، أنا حنشوف كلمات القرآن، كلمات القرآن يكون أسهل. كلمات القرآن الصفون، وإن لنحن الصفون. هنا شوف، هنا الصفون، شوف شو كيف فهمت. يصفون
يصفون أنفسهم للعبادة، يعني اللي قاعد واقفين بالصف، أقدامنا في الصلاة، نحن صفون أقدامنا في الصلاة، الواقفون صفوفا، شايف؟ فهمت بهذا؟ الواقفون صفوفا. أنا إزاي فهمتها؟ صن 165 صن، أيوه، في الصف، في الصف بمعنى الصف. هل أنت عندك معنى آخر بالسرياني؟ هل هو بس يعني صف صف هو صف نظم صف نظم خلاص يعني نفس المعنى، نظم نفس أيوة المعنى. صف على كل حلو انك تقول هيك، لانه يبين الصله بين اللغه السريانيه واللغه العربيه، صح. في قرابه وحتى شوف كبيره. عندنا صفا ايوه صفا مثل العربي يعني صفا يصفي صار صافي ايوه شفت، يعني اللغه السريانيه واللغه العربيه اولاد عم، اولاد عم. طيب، وانا لنحن المسبحون، يعني يسبح، واضح نفس الشيء. وان كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أيوة، لكنا عباد الله المخلصين. لو أن عندنا ذكرا من الأولين، وش يعني هنا ذكرا؟ هنا لازم، طيب احنا نشوف عندنا ذكرا، شو يقول هنا؟ شو عندنا ذكرا يعني؟ بس ما أظن إنه أعطوها معنى خاص، لكن إحنا هنشوف مو خسرانين. لو عندنا ذكرا، عندنا ذكرا هنا، عندنا ذكرا، عندنا ذكرا من الأولين هنا، أنا ضعت إياها أمام عيونكم عشان نشوفوها، عشان نشوف إذا فيها مشكلة فعلا لغوية أم لا. عندنا ذكرا هنا، ذكرا، كلمة ذكرا أبونا، ذكرا قرآنا، قرآنا، فهمت بمعنى قرآنا ذكرا. أعرف أنه ذكرانا بالسرياني تعني الصلاة، دخرانة دخرانة ذكرانا، أنا هيك كنت دارسها. طيب، ذكرانا هنا أبونا شو، كيف فهمت هي؟ تفسير الجلالة، لو أن عندنا ذكرا، فهمت بمعنى كتابا، فذكرانا أي من الأولين، أي من كتب الأمم الماضية، لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين، كتب يعني ذكرانا. طب هنا حلو جدا، ذكر هو ذكر يعني ذكر ذكر شيء يذكر، فهوني كتاب، هو الكتاب اللي يذكر يعني على هالأمور الروحية وغيرها كتابا، أيوة كتابا، غيبية تفهم، فهمت كتابا، فهمت، أو علما أو فهمت، أيوة فهمت، من الأولين فهمت، يعني ذكرا. بس بالسرياني أبونا ذكرا هي الصلاة، مش لا هيك؟ لا أنا هيك هذا، دخران دخران شو دخار ذكر تذكر أيوة، خار آه، دخر يا قرآن هي اللي صلاة، ها قريانة قريانة نعم قرآن هي قريانة صلاة، أيوة ايه فعلا، قريان دخرانة يعني هو ذكر قرآن، شهرة صيد مدح ثناء نستعمل دخرانة للقديسين من عندنا تذكار القديسين نسميه دخرانة قديشة أيوة ذكر، أيوة، على كل هنا فهمت بمعنى كتابا، ايوه واضح ايوه الأمر، يعني ما طبعا عندنا شيء. طبعا طبعا لكنا عباد الله المخلصين، المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، لعبادنا المرسلين، سبقت يعني، أيوة، إنهم لهم المنصورون، واضح واضح، وإن جندنا لهم الغالبون، المنصور لهم المنصورون، أن لهم المنصور، فتولى عنهم حتى حين، وابصرهم فسوف يبصرون، أفبعذابنا يستعجلون. هذا احنا تقريبا قربنا ننتهي من هذه السورة، حلو يعني ما فيها هي فقط بك 5 آيات، مش كثيرة.
مش طو يعني هي آيات قصيرة. طيب، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فإذا نزل بساحتهم، يعني كيف نزل بساحتهم؟ إيش هو اللي نزل بساحتهم؟ هنا مشكلة. بساحتهم احنا هنشوف. فإذا نزل، تم ذلك، إذا حل ما كانوا يشتهلون بساحتهم، اشتاق، استعجل وفق ما كانوا يشتهون وفقا لاستعجالهم، هكذا فهمت. بس ليه هيك نزل بساحتهم؟ ليه فهمت بهذا المعنى؟ هلا هنشوف، يعني ملاحظة وصلتنا هكذا. مين اللي كتبها ما نعرفش بالتمام، هل هو أستاذنا أم غير أستاذنا ما نعرفش، يعني احنا لا. بس كلمات القرآن بساحتهم، ماذا يعني بساحتهم؟ هنا هنشوف شو أعنى بساحتهم، ربما السرياني يساعدنا. أيوة بساحتهم، أيوة هنا نشوف لك إياه. هنا شوف، هنا عندي بساحتهم بفنائهم والمراد بهم. طيب، تفسير جاء فنائهم، قال تكتفي بذكر الساحة عن القوم، بقومهم يعني. أفبنزول عذاب بهم استعجلوا أيها الرسول، فإذا نزلنا عذابنا بهم. الساحة يعني بهم، هكذا يعني ببيوت أو بقبيلتهم أو بمجموعتهم. بس هنا فهم، فإذا نزل بساحتهم يعني وفقا ما كانوا يشتهون. يعني هلا بجوز السرياني ساعدنا، ما ندري هل الساحة هنا تعني، هنا فهمت أبونا يعني الفاء. أيوة، فإذا نزل بساحتهم هنا فهمت. إذن نشوف، هذا هو. إذن فإذا نزل، تم ذلك، إذا حل ما كانوا يشتهون. فإذا نزل هنا كانوا يستعجلون، فبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم يعني إذا صابهم العذاب، فهم علي؟ بساحتهم. هم بيقولوا، هو يقول بساحتهم سوحة اشتاقة. هل سوحة أو مثل هيك يعني اشتاقة أو استعجلة؟ سواح، سواح هو ساح، بس صحراء، نحن صحرات يعني قصر، صورة حصن، ساحة، رحبة، الساحة يعني هي نفس الساحة الدار، بس حر مو صح، صحاء مو ساحة. سواح، شوف سواح هو اللي يقول سواح اشتاق استعجلة، يعني وفقا ما كانوا يشتاقوا. أيوة، سواح اشتاق، رغب، ارتاح، بادر، أسرع. أيوة، يعني هنا يعني الجملة هذه تعني، نوضح لكم هنا، فإذا نزل وفقا لرغبتهم، فإذا نزل فإذا نزل وفقا لرغبتهم، أيوة هذا هو المعنى. بساحتهم يعني بساحتهم، برغبتهم، براحتهم، باشتياقهم، وفقا لرغبتهم، هو يعني لما يشتهونه. نعم فساء وفقا لرغبتي. أيوة، طيب أي أبونا شو عندك؟ فساء صباح المنذرين، يعني صار سيء. طيب، وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون. يعني هذه الآية إذا صحت هذا الفهم، يعني اختلف المعنى تماما.
بس هنا ممكن يعني المعنى صحيح، يعني أفبعذاب، فإذا نزل بساحتهم، يعني إذا نزل بهم يعني العذاب، عذابنا لو نزل. بهم هو بيقول هو فهم بساحتهم، فإذا نزل يعني وفقا لرغبتهم، هيك فهم. عذابنا طبعا. أيوة، وفقا لرغبتهم أو اشتياقهم. شوية ثقيل، يا اشتياق اشتياق، بس هو بيشتاق العذاب، مو معقول لا يعني، لا لا يعني لا، هي واقفة ساحتهم يعني بهم بحياتهم، مثل ما قال بصرحهم أمه. أيوة، بصرحهم بساحتهم، بدارهم بدارهم، أيوة بدارهم، بدارهم بهم أو بدارهم، 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 أو بدارهم بهم أو بدارهم. هلا أنت شوف، فهنا المشكلة أبونا، أنت كيف حترجمها؟ هنا المشكلة، يعني المترجم الله يساعده، الله يساعده. لوسكيل دي سال دان لور اير، اير أ إي إر أو، اير اير هو يعني البيدر أو المكان، هو المكان، هو الساحة، الساحة، إير، أيوة، أي إر أو، كل موفي متان سلوي ديزافيرتي، أيوة، يعني هذه ترجمتي، هذا، فإذا نزل بساحتهم، هذا هي ترجمتي، لكن هو يعني إذا فهمت سريانيا فتعني وفقا لرغبتهم، يعني هم بس كانوا يتمنوا هي العذاب. أستاذ صح صح هي رغبة، بس ساحة سي ساحة أوكي، بس مثل ما قلت صحرثة صحراثة صحراثة صحرا صحرثة صحراثة هي يعني ساحة دار. بس هنا هو هي هو طبعا هنا راء ما في راء، فسرياني فيها راء ايوه بس حر ايوه ساس بس حر بس هو فهم معنى اخر عن الساحه بالعربي، إيه، لانه اذا هو هو ما اذا اخذها يشتهوا غير وفقا جذر اخذ لرغبتهم، سواح ايوه، او سواح سواح رغبتهم وشهوتهم، وشهوتهم سواحات اي طيب شهوتهم ورغبتهم وشهوتهم، هكذا يعني اذا قرئ. نعم اذا اذا إذا بس هو أقرب، نبقى على المعنى العربي، ايوه 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 العربي يكون أفضل، في دارهم في منزلهم في مكانهم. أيوة في مكانهم، وتولى عنهم حتى حين، حتى حين، وابصر فسوف. طيب هنا أيوة إحنا نقول خلصنا هيك، أيوة طيب، وابصر فسوف يبصرون، هنا فابصر 83، تفضل أبونا، هذا وابصر فسوف يبصرون اعتبرت منسوخة بآية السيف، يعني ما فيش فيها رحمة، ايوه يعني سبحان صوت سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، المرسلين واضح، طيب، والحمد لله رب العالمين، هذا آمين. ختام، آمين، هذا هكذا ختمت السورة. إذا انتهينا الآن من حنتوقف دقيقة قبل أن ننتقل إلى سورة لقمان، دقيقة واحدة ونرجع لها. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة، ولا تنسوا تكتبوا تعليقاتكم، يهمنا جدا تعليقاتكم.